اليوم بعيد الحب، بدي هيك بلشها معك دغري. امتى ممكن نشوف جوزيف عطية دخل القفص الذهبي؟ يعني ان شاء الله اذا الله بريد، اكيد بكره بس يكون في خطوه جديه ان شاء الله نحكي عنه. شوفوا نوعك نمط من الاستقرار يعني. اكيد اكيد بعد الغياب هيك نوعا ما الطويل، كيف هيك شفت سوريا؟ كيف هيك يعني احساسك هيك قبل ما تنزل على الحفله؟ ليك انا مش كتير غايب عن سوريا، على طول عندي اعراس وحفلات، يعني غير الحفلات العامه وببليك. اليوم المناسبه غير، عيد الحب وان شاء الله. في شيء تحضيرات هيك لتتر برمضان او شيء او كذا؟ تترات ما في هلا، انا عندي البوم لانه 10 اغاني سو ما قدرنا نعمل تتر رمضاني. عم نطلق تمثيل، عم بيقولوا لي كثير تمثيل بس بعد ما في شيء، بعد ما في شيء. كيف هلا رضاك على لحد الان على الالبوم يلي كسر الدنيا تبع نحكم على الناس؟ شكرا الحمد لله، لهلا ثلاث اغاني عاملين صدى حلو كثير، ان شاء الله نكمل بالنشاط مع الاغاني الجايه. سمعت قصه البرفيوم كمان؟ كمان في برفيوم عم نطلقها بدبي ان شاء الله كمان بعد اسبوع.